نحن طلاب مدرسة شريان الحياة للذكور، قمنا بمساعدة رجال الشرطة في مخفر معرة النعمان الحرة، وذلك بهدف مساعدة رجال الشرطة في تسيير عملية المرور في البلد، وذلك ضمن التعليم الفعال. نحن مركز شرطة مرور معرة النعمان، نقوم بواجبنا اليومي وهو تنظيم حركة السير، واليوم تم الاشتراك مع طلاب مدرسة شريان الحياة بمدينة المعرة لتسيير حركة السير في أيام الصيف.